رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضم لنا دلوقتي في الاستوديو استاذ محمود باهي الناقد الرياضي في شروق. مساء الخير عليك، منورنا. مساء الخير، الله يخليك، شكرا. مساء الخير. في البدايه كده عايزين نتكلم طبعا عن مباراه نادي الاهلي ورايا كوناكري الغيني، شفتوا اللقاء ده ازاي؟ وطبعا مبدئيا ان نتيجه التعادل السلبي دايما في الماتشات الافريقيه او الماتشات اللي هي ذهاب وعوده بنقدر نقول عليها اللي هي افضل، يعني اسوء النتائج الايجابيه، لان برضو اللي هي بتحط نسبه مخاطره قدام الفريق المنافس ان هو ممكن يسجل مثلا في مباراه الاياب في القاهره في مصر عموما، فيعقرب الامور اكتر. لكن النادي الاهلي اعتقد امبارح كان هو الافضل، يعني هو في اجمالي المباراه كان فرصه اخطر، كان هو الاكثر استحواذا على الكره في بعض الفترات. الفريق في حكني فرص كتير كمان، يعني فرصه على المرمى والفعالية بتاعته على المرمى كانت أخطر من الفريق الغيني، رغم أن الفريق الغيني بيلعب على ملعبه وسط جماهيره طبعا، متعود على الأجواء دي سواء رطوبة من حرارة ورطوبة والكلام ده كله. لكن برضو يعني في المفروض يبقى في مناشدة، أو المفروض يعني لجان الأندية الاتحاد الأفريقي يكون في يعني حاجة كده لجان مختصة بالملاعب أكتر، يعني زي ما بيكون في مراقب مباراة وفي منسق أمن، يبقى في منسق للملعب. يعني لازم الملاعب الأفريقية تكون في حالة تحسن، يعني ما ينفعش مثلا عشان البطولة يبقى مستواها أفضل وتتطور المفروض يبقى ملاعب آدمية شوية. المفروض يعني بس مثلا ده حال أفريقيا دايما، ماشي ده حال افريقيا، حال افريقيا الحراره والرطوبه والكلام ده حاجات ما لناش دخل فيها. بنتكلم برضو عن سوء ارضيه الملعب، لكن المفروض يبقى فيه تجديد شويه من الاتحاد الافريقي على الملاعب، لان الملاعب فعلا ملاعب صعبه جدا جدا، بتحد من متعه البطوله وبتحد من المستوى الفني وبتحد من الاداء الجمالي في بعض المباريات. فاعتقد ان دي حاجه مهمه جدا ان هي ان احنا يعني نراعي ان في ملاعب كويسه للبطوله عشان ترتقي مستواها الفني والجمالي وكل حاجه متخصصه يعني. صحيح. شايف اداء النادي الاهلي هناك بيطمنه ان شاء الله على المباراه المقبله انها تكون لصالح النادي الاهلي نتيجتها؟ هو زي ما قلت لحضرتك الاهلي كان اجمالا هو الافضل. طبعا في مصر طبعا الامور غير، الاهلي يلعب في ملعبه ان شاء الله وسط جماهيره، في مسانده جماهيريه، في جهود من اداره النادي اللي هي زياده الحضور الجماهيري او وفقا طبعا للوائح الجديده اللي هي لازم 75% من سعه الملعب. صحيح. اعتقد دي هتشكل ضغط كبير على الفريق الغيني، ولو ان برضو الفريق الغيني برضو فريق عنده بعض العناصر كويسه جدا اللي ممكن برضو تشكل خطوره. كنا بنتكلم عن لاعب رقم 30 في كارتيرون، ماندلا، واللي حذر منه كارتيرون قبل اللقاء. هم فعلا هم عندهم الجزء الامامي مميز جدا، لكن الجزء الخلفي بخصوص خط الدفاع زي معظم فرق الافريقيه اللي هي القاره السمراء بيبقى عندهم نوع مثلا من السذاجه الدفاعيه شويه، سهل اختراقهم، مفيش اي مشكله رغم زي ما بقول لحضرتك رغم الحراره والرطوبه والاجواء ورغم سوء الملعب. لكن النادي الاهلي كان هو الاخطر وكان هو اللي بيوصل على الجون اكتر، وهو فرصه واضحه بشكل افضل. شفت المشكله اللي عند النادي الاهلي ان هو ما قدرش يعني يترجم استحواذه ده لاهداف بسبب سوء الحظ مثلا؟ سوء الحظ يعني بص طبعا سوء الحظ ده اساسي في كره القدم، يعني ممكن المدرب يعمل خطه كويسه جدا ويستعد بشكل كويس جدا وممكن لحظه توفيق تضيع منه كل المباراه. صحيح. فطبعا سوء الحظ ده وارد، طبعا التركيز برده عامل مهم جدا، ان برده اللعيبه بتلعب في ظروف يعني طبيعيه، يعني في ظروف طبيعيه مش جيده زي ما اقول حاجه، حراره ورطوبه وكان قبلها بيوم امطار غزيره، فطبعا كل ده بيأثر على المخزون اللياقي لاي لاعب كوره طبيعي في العالم. في المقابل برضو الناحيه الثانيه سوء ارضيه الملعب زي ما بقول لحضرتك، يعني ده برضو بيأثر على تركيز اللعيب قدام المرمى، يعني مثلا بيأثر على مسار الكوره، ممكن تكون الكوره ماشيه بطريقه يعني عاديه جدا مع سوء الارضيه بتغير اتجاهها بتخلي صعوبه على المهاجم اكتر يعني. طيب خليني اسالك، هل في رايك انتقال المباراه من برج العرب لاستاد السلام وحضور 20,000 مشجع اهلاوي في اللقاء ده هيكون لصالح النادي الاهلي؟ هو طبعا هيكون في صالح النادي الاهلي في ظل ضغط المباريات في بطوله الدوري مع بطوله افريقيه مع بطوله عربيه، برضو السفر لبرج العرب رايح جاي ده برضو بيأثر على لياقه اللعيبه، شئنا ما بينا بيأثر، لان انت لما تلعب في ملعبك او تلعب في القاهره بتكون افضل غير لما تروح تلعب في برج العرب وبعدين تستعد لسفريه ثانيه مثلا في بطوله عربيه وبعدين تستعد لسفريه ثانيه مثلا في الدوري مثلا للسويس او الاسماعيليه او لاي جهه ما. فاعتقد ان اللعب في القاهره في كل الاحوال هو الانسب وهو المثالي للنادي الاهلي، وهو طبعا الطبيعي لان النادي الاهلي ملعبه في القاهره ايا كان بقى كلها حاليا. بس خليني برضه اسالك على حاجه، في السلام حتى لما يعني ان شاء الله هتكون مباراه سوازيلاند ومنتخبنا الوطني الاول، اهم تصريحات النهارده من مسؤولين اتحاد الكره ان هم بيدوروا على مكان للاقامه عشان منتخبنا الوطني الاول يكون قريب من ملعب السلام، فيمكن برضه دي حاجه تبقى مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. لا لا برضه مسافه بعيده قوي. لا المنتخب برضه يعني ظروفه مختلفه شويه، المنتخب بيبقى فيه تجمع وفيه معسكر وكده، لكن ممكن النادي الاهلي بيتوجه على الملعب على طول، يعني من الفندق للملعب على طول، لكن مثلا المنتخب بيتجمع
بيتجمع مثلا 10 ايام على الاقل 7 ايام، فبيحتاج ان يبقى في جو تركيز اكتر، بيحتاج ان الدنيا متقفله عليه اكتر غير النادي. النادي بيبقى استعد في الفندق، بيعمل معسكر، بيتدرب عادي، النادي الاهلي بيتدرب في ملعبه في التتش عادي، وبعد كده بينتقل لفندق بيعمل فيه معسكر مغلق ليله المباراه، وبعد كده بيتوجه على الملعب على طول. فهو دي مش هتمثل يعني مشكله للنادي الاهلي خالص، لان المنتخب مختلف عن اي فرقه يعني. طبعا امبارح في اللقاء كان في اصابات كتير، سعد سمير، وليد سليمان، وطبعا في نهايه اللقاء كمان محمد نجيب. تتوقع كارتيرون ازاي يتعامل مع الاصابات دي؟ اعتقد اللي هي تاجيل مباريات النادي الاهلي بين مباراتي الذهاب والعوده مع حريه كناكري، اعتقد دي هتفيد الجهاز الفني اكتر في عمليات الاستشفاء وكده. احنا لسه الفريق راجع النهارده، تاجيل مباراه الدوري لان برضو لو كان النادي الاهلي اتضغط جدوله ولعب مثلا مباراه في خلال الاسبوع ده، لان مباراه العوده يوم السبت اللي جاي، كانت هتشكل صعوبه كبيره جدا. لكن لما يكون عندك اسبوع ممكن مع الاستشفاء مع تاهيل مع كل حاجه يعني، مع برضو ان الحافز ان ده برضو بطوله افريقيا يعني، ده مباراه يعني تعتبر مباراه مصيريه، لو كل لاعب ما قدمش فيها اقصى ما عنده، ولو برضو الجهاز الفني ما عملش اقصى ما لديه من كل استعدادات بدنيه وفنيه، هيلاقي نفسه بره البطوله. صحيح. فهتبقى لازم يبقى في تضحيه، حتى لو اللعيب مش هيبقى 100%، بس لازم يبقى في تضحيه سواء من اللعيبه او من الجهاز الفني. صحيح. طيب خليني اسالك يعني بشكل عام، شايف مين هو اخطر منافس على النادي الاهلي في مشواره للنجمه التاسعه الافريقيه؟ هو طبعا بالنظر للقرعه دور الثمانيه طبعا هتحط النادي الاهلي مباراه التتويج هتبقى بره مصر. يعني منطقيا في فرق على ملعبها النادي الاهلي هيواجه معاها صعوبات كبيره جدا جدا، يعني مازيمبي مثلا لو وصل للمباراه النهائيه مع الاهلي هيد تو هيد مثلا هتبقى مباراه صعبه جدا جدا على الاهلي، اللي هو لازم ان يحقق نتيجه مريحه في مصر مثلا، ممكن فرق اثنين على الاقل عشان يروح هناك باعصاب هاديه، لان النادي الاهلي عمره ما خرج بنتيجه ايجابيه من ملعب مازيمبي من نتيجه الفوز يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو نجم الساحلي نفس القصه، برضه النادي الاهلي يعني تواجه معاه في مباريات كتيره جدا سواء دوري الابطال او الكونفدراليه، برضه ملعب سوسه ملعب صعب جدا. شفنا النادي الاهلي برضه يعني اقصى نتيجه ايجابيه كان بيحقق التعادل، شفنا نادي الزمالك مثلا اتغلب من سنتين 5-1 على الملعب، ملعب صعب جدا اجواءه صعبه جدا. كذلك نادي الوداد، نادي الوداد عنده شعبيه جامده جدا، عنده ملعب زي الملاعب اللي احنا بنقول عليها زي استاد القاهره وبرج العرب بتبقى مخيفه للمنافسين. فبرضه النادي الاهلي برضه السنه اللي فاتت خسر في ملعب محمد الخامس، وده ملعب يعني صعب. لكن ممكن مثلا لو الترجي مثلا في نهائي افريقيا يعني الى حد ما بتكون فرص الاهلي ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في ملعب المنافس هي اللي بتحدد مين الطرف اللي هيبقى اخطر عليه. صحيح. طيب تقييمك ايه لكارتيرون؟ كارتيرون في البطوله الافريقيه لعب 5 مباريات، فاز في 4 وتعادل سلبيا في مباراه واحده، وهي طبعا المباراه الاخيره قصاد حريه كناكري. شايف اداؤه ازاي في قيادته للنادي الاهلي في اللقاءات الاخيره؟ هو بالارقام هو حتى الان ماشي بشكل كويس جدا يعني، ممكن ان في بعض الانتقادات للاداء او في مثلا بعض التخوف، لكن برضو في اجمالا هنلاقي مثلا ممكن نلتمس بعض الاعذار للمدير الفني في مثلا بعض اللعيبه الركائز الاساسيه مثلا للفرقه عندها مشاكل اداريه مثلا في تجديد عقد زي مؤمن زكريا، ممكن تكون متاثر عليه بشكل او باخر يعني. وشو لعب مثلا ده عنصر مهم جدا وركيزه اساسيه، فلما أكيد. لما الفرقه مثلا قوامها الرئيسي فيه 4-5 لعيبه ما بين اصابات او غيابات او مثلا انشغال بامور اخرى بره الملعب، ده طبعا بياثر على عمل الجهاز الفني، في المقابل ان في وجوه جديده بتخش على التشكيله زي ناصر ماهر محتاج وقت، ان هو لعيب شاب ومحمل بمسؤوليات كبيره جدا، خصوصا السوشيال ميديا كلها بتضغط عليه ان ده اللاعب المفروض يقود بقى ايه، يقود مسيره خط وسط الاهلي وصناعه اللعب في النادي الاهلي. فعليه ضغوط كبيره جدا، في لعيب مثلا زي صلاح محسن برده لاعب شاب وصغير وبيعمل تاثير بمشاركته، وفي مطالب برده ان هو يشارك بشكل اساسي. نخلي بالنا برده ان وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي الاساسي وبرده لعيب شاب صغير، مش يعني خبرته في النادي الاهلي موسم واحد، ومع مرور الوقت بيكتسب خبرات اكتر ومستواه بيعلى. فدي مرحله تغيير الجلد ومرحله ان ضغط المباريات بين افريقيا وبطوله عربيه، وان ده مثلا نلعب ماتشات الدوري بتشكيله معينه ونريح بعض اللعيبه، دي برده اعذار للجهاز الفني يعني، محتاجين وقت شويه من هنا لغايه شهر يناير هنقدر نحدد بقى بشكل موضوعي، مش هيكون مجرد الكلام بالارقام بس ان هو لم يتعرض على زم، لا هيبقى الشكل العام هيتحدد، وهيتحدد الفريق محتاج ايه تدعيم في اي مراكز، وتتحدد قدره الجهاز الفني على الاستمراريه.
طيب نروح بقى لبطولة الدوري المصري الممتاز، وطبعا النادي الاهلي خاض فيها 5 جولات انتهت باخر لقاء مع الانتاج الحربي. طبعا شفنا فيه كوارث تحكيمية محدش يصدقها. وعايز اسألك في البداية، شايف في منافسة ظاهرة من دلوقتي ما بين الاندية اللي ممكن تكون مرشحة انها تكون في المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019؟ هو بصراحة احنا من ساعة ما اتولدنا المنافسة الطبيعية بين الاهلي والزمالك، اي حاجه غير كده ممكن نحطها في طور يعني ايه المفاجاه او الطفره المؤقته. في طبعا تجربه بيراميدز، تجربه قويه، فريق قوي جدا عنده محترفين، كينو مثلا لعيب ممتاز جدا من افضل لعيبه الدوري من ساعه ما البطوله بدات الموسم ده. لكن برضو ممكن هو ده افضل لاعب عندهم في بيراميدز، من افضل لعيبه الدوري مش في بيراميدز بس بامانه يعني. لكن الاستمراريه برضو، روح البطوله دي مش بالساهل، ان روح المنافسه مش بالساهل، انك يعني انت مثلا تغرس الدافع. يعني النادي الاهلي من اكتر من 50 سنة بينافس على بطولات، غير لما تعمل تجربه وليده يعني عايز تنافس على البطوله من اول سنه. صحيح. دي مش سهله. وبرضه في طرف تاني، في طرف تاني زي نادي الزمالك برضه طرف ما لا يمكن الاستهانه بيه، في مثلا اطراف تانيه زي النادي المصري تدريجيا مع كابتن حسام حسن خبراته بتزيد مع البطولات الافريقيه وكده برضه. طيب. طرف خلينا مهم. خلينا دلوقتي بس نتوقف قليلا وبكده نرجع طبعا نتكلم عن الدوري المصري الممتاز والمنافسين في الدوري المصري الممتاز، لكن دلوقتي هنتوقف مع كاتب صحفي كبير. كاتب صحفي لما بيكتب وبيتكلم لازم كلنا طبعا نسكت ونسمع. معانا دلوقتي استاذ ابراهيم حجازي الناقد الرياضي الكبير. مساء الخير على حضرتك. ازيك يا استاذه شيماء، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ انت ازيك؟ مساء الخير يا استاذ محمود. سعيده جدا بوجود حضرتك معانا استاذ ابراهيم. حضرتك قامه اعلاميه كبيره طبعا، وشرف لينا وجود حضرتك معانا النهارده. واكيد بنتكلم النهارده عن المقال الجميل اللي حضرتك كاتبه النهارده عن النادي الاهلي، واللي عنوانه اقتراحه معلومه وبلاغ للسيد الرئيس يحدث في الاهلي. شيماء، هو الحقيقه انا بس عايز اوضح حاجه، ان اللي عمله مجلس اداره الاهلي وبيعملوا حاليا يعني ما حدث ويحدث دلوقتي حقيقي انا شايفه انه غير مسبوق. لا في النادي الاهلي ولا في غير النادي الاهلي. صحيح. ليه نقول غير مسبوق؟ لان احنا عندنا قانون الرياضه جديد في ايجابيات وفي سلبيات كتير حقيقه، انما من اهم ايجابيات القانون الجديد انه اعطى للهيئات الرياضيه سلطة انها تحكم نفسها زي ما بيقولوا، وما بقاش في تدخل حكومي في عمل الهيئات الرياضية. صحيح. طيب انا ما بقاش في تدخل، يبقى انا يا هيئاتي الرياضية ما دام هحكم نفسي اول حاجة اعملها ان انا احط الدستور اللي انا همشي عليه بتاع نفسنا. كل نادي ما ينفعش، كان زمان القانون واحد واللائحة واحدة لكل الاندية، قطعية واحدة، ده طويل ده قصير، ده تخين ده رفيع، ده من هنا ده من هناك، كله زي بعضه. وده كان في ظلم باين. ليه القانون الجديد غير هذا الموضوع؟ وقالوا ان كل نادي من دلوقتي يعمل لائحه لنفسه والكلام ده كله. اللائحه اللي هي الحقيقه اللي هي الدستور الذي يحكم النادي. من الحاجات اللي في اللائحه، او مش اللائحه، الحاجات اللي في القانون، ان انا بدعو الجمعيه العموميه وهي اعلى سلطه في اي نادي، الجمعيه العموميه هي الشعب، هي اعلى سلطه. بدعو الجمعيه العموميه علشان خاطر تيجي تقول يا نعم. يا نعم. ما لهاش يا توافق على القانون يا ما توافقش على القانون. فانا ممكن اجي حضرتك تيجي توافقي القانون فيه 100 بند، توافقي على 60 مثلا شايفاهم انهم كويسين، بس في 40 شايفاهم انه يعملوا كارثه. واخد بالك؟ فما قدامكيش، يا توافقي يا تقولي لا، فهتوافقي يبقى انت وافقتي على 60 وفي 40 انت رافضاهم. صحيح. واجي انا ارفض القانون، انا موافق على 70 مادة في القانون بس في 30 عاجبني، فانا رفضته كله رغم ان في 30 عاجبني. هذا وضع كان فيه يعني يعني انا شايفه ان في اجحاف بحق جمعية عمومية، واجحاف بحق قانون ذات نفسه، واجحاف بحق اللائحة. انا جه النادي الاهلي عمل حاجة كويسة جدا الحقيقة، وده شيء يعني الحقيقة كل التحية والاحترام والتقدير بيهم، ان هم قالوا طيب بدل ما نعمل الكلام ده كله، طب ما يجي ان احنا نعمل
نخلي كل الناس نقترح بند بند، نعمل هذا الاقتراح او هذا التصويت هذا كلام من خلال مشاركه على بند بند، واللي مش عاجبنا نطلعه الناحيه دي، واللي مش عارفين والاغلبيه دايما احنا بننصح للاغلبيه. صحيح. فعملوا ورش عمل وعملوا ندوات وعملوا واقتراحات حوالي 3000 اقتراح، فطلع في ال 3000 اقتراح دي الاغلبيه طالبه مش عارف 30 بند ولا قد ايه اتغيروا. ده شيء رائع جدا. ليه؟ انا لما بخش النهارده وبقيت بقيت مشارك في الدستور اللي عملته بتاع النادي، يبقى انا النهارده ملتزم بكل حاجه فيه، يبقى انا اول واحد مش هكسر هذا الكلام لان انا ملتزم بيه، لان انا اتخذ رايي فيه. دي نقطه مهمه جدا هذا الموضوع، دي النقطه الفاصله اتخذ رايي فيه. هيجي واحد يقول لي الله طب هو في 3000 اقتراح من 100 فيها 50000 واحد ولا 60000 واحد؟ الامر كان مفتوحا للجميع. ممكن في ناس عندها مشاغل ما تقدرش تيجي، وفي ناس قصدا انها ما تجيش، اللي ما جاش مالكش حق تتكلم، انت كان عندك فرصه انك تشارك. صحيح. انت ما جيتش مش من حقك انك تقول لا ولا مش يعني مش انت ما يبقاش من حقك، لانك انت يعني اهملت في حاجه بتاعتك انت. انت اللي ما لا مش بعد ما تتعمل تقول لك انا ما عملته ليه ما خدتش رايي ليه؟ ما انا لينا ناخد رايكم، ما احنا فاتحينها بقى لنا شهر اهو لكل واحد. ده في بقى حد تاني بيعرض المعارضه او كان اللي قدم موضوع تاني، خدت بال حضرتك؟ صحيح. انما انا النهارده عشان كده احنا بنقول ان اللي شارك ده خلاص، اللي بيشارك ده انا في رايي انه بيدب اللي ما جاش. خلاص ده ايجابي وده. بس في الاخر حاجه صحيه، حاجه كويسه، حاجه انا شايفها ان 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 في يعني ده احترام مجلس الجمعيه. صحيح. احترام انك انت ده هو ده العمل الحقيقي اللي بيتم. صحيح. انا شايف اللي بتعمل ده شيء رائع جدا. وبعدين اللي يحط اللائحه وبينقحوا اللائحه وبيغيروا مجموعه من اعضاء الاهلي القانونيين وناس يعني كله بيشارك عشان يحط الدستور بتاعه. اكيد ده نموذج لينا احنا كمان بره بقى، بره النادي نموذج نشارك بقى، ما نقعدش قاعدين كل واحد مننا على مستوى الدوله بقى بينظر ومش عاجبه. يا عم انت مش عاجبك طب قول لي، مش عاجبك دي قول لي الغلط اهو، دي غلط عشان كذا والصح كذا. اكيد اكيد. انما مش انا اقول لك انت بتقولي ايه يا شيما كده مره، طب قول لي يا عم هي قالت غلط، قول لي انت الصح ايه، علمني بصرني وضح لي. فانا شايف ان النادي الاهلي عمل حاجه، ان الاداره عمل حاجه كويسه جدا هي اللائحه ديت. شايف ان انا النهارده ان دي خطوه جديده النهارده دلوقتي. احنا في الجمعه اللي جايه، لا اللي بعديها اللي 28 هيبقى الجمعيه العموميه. شايف النهارده ان وبعدين اللي حد بيتصور برضه من العقول الضيقه او اللي هو اللي هم قلبوا المشكله لخناقه. يعني انت مش خناقه، اذا انا النهارده مطلوب ان كل واحد في النادي الاهلي يعرض كل حاجه غلط، بس في المقابل عليك انك تعرض ده لمصلحه النادي. اكيد. لمصلحه ناديك تعرض كل حاجه غلط وتقول الصح كذا وتقف تعمل ده. اكيد. في المقابل وبنفس القدر وبنفس الحماس وبنفس القوه عليك ان تؤيد كل حاجه صح. تمام. ففي حاجه بتتعمل صح هي نقف معاها ونعملها. دي جمعيه عموميه، حتى اللي مش عاجبه لو كان فيها انتوا عاملين لنا خناقه، حتى اللي مش عاجبه صحيح تعال احضر الجمعيه العموميه. خدت بال حضرتك؟ وعايز تقول لا اقول، بس كنت افضل انك انت عايز تقول لا، كنت جيت والنادي الاهلي والجمعيه العموميه واعضاء النادي الاهلي، لان ده الصالح العام دايما. اما نيجي نختلف بس ما نختلفش على الصالح العام، ما نختلفش على وطن حقيقي، ما نختلفش على النادي، ما نختلفش على القيمه العاليه. إذا كنا بنختلف وبعدين احنا بنختلف عشان الأصلح والأفضل، مش هي خلاق يعني إن أنا أكيد خلاف هو ده الموضوع. أنا شايف إن دي خطوة كويسة جدا جدا جدا. أي خطوة إيجابية في أي حتة حاجة كويسة بتنور لنا النور، تقول إن احنا نقدر نصلح كل حاجة في بلدنا. صحيح نقدر. صحيح. واللي اتعمل ده هو بيقول لنا كده يعني. صحيح. بشكرك جدا استاذ ابراهيم حجازي الكاتب الصحفي الكبير، نورتنا في كلام في الميديا. اكيد استمتعنا بوجود حضرتك معانا عبر الهاتف. نرجع بقى تاني معاك استاذ محمود باهي الناقد الرياضي في الشروق، كنا بنتكلم عن المنافسه او هل في يعني بوادر للمنافسه في الدوري المصري الممتاز، وكنا بنتكلم عن النادي الاهلي، عن نادي الزمالك، عن المصري البورسعيدي.
يعني زي ما اقول لحضرتك، هي مبدئيا في فرق مثلا يعني اظهرت يعني ان هي نيتها ان هي ممكن حتى مش تنافس او حتى ان هي تتواجد في المقدمه، زي ما قلنا الانتاج الحربي، بيراميدز، المصري، الاسماعيلي، كل دي فرق برضو لازم نعمل حسابها. ما هي بس هتتوقف امكانياتها على حسب الاستمراريه. صحيح. وهنستنى كمان مثلا 5 جولات كمان من الدوري وهنشوف هتتحدد بقى. نقدر نشوف مثلا او نبتدي نجس النبض كده من الجوله العاشره مثلا من الدوري المصري مثلا. يعني من الجوله العاشره هيبان ان برضو 10 ماتشات من اصل 34 مباراه اعتقد يعني تعتبر حوالي التلت، حوالي 30% من المشوار. ف 30% من المشوار اكيد برضو بتبين استعداد كل فريق وجاهزيته وطموحه واهدافه. في اهداف هتتغير، في فرق ممكن تقتحم المنافسه، في فرق مثلا ممكن تبدا بشكل متواضع تتحسن فيما بعد. خلي برضو في عندنا نادي سموحه برضو عنده عناصر كويسه وعنده عناصر مميزه. فلازم يعني من الجوله العاشره هتتحدد امور كتيره جدا جدا جدا. طبعا نادي سموحه كمان دايما بيمتاز خط الدفاع، عنده افضل مدافعين في مصر طبعا، بيتاخد منه دايما لباقي انديه الدوري الممتاز. خليني اسالك، مين النادي اللي في الدوري الممتاز برضو اللي اتصدمت في ادائه او يعني في النتائج بتاعته في الموسم الحالي؟ لا والله زي ما بقول لحضرتك، يعني هو مش قصه صدمه. يعني مثلا ممكن نادي المقصه، يعني المقصه بشكل محدد لان هو فرقه من الفرق برضو اللي بتقدم مستوى ثابت اخر 3-4 مواسم. افرزت لعيبه مميزه جدا، انتقلت لانديه القمه سواء لاهلي او لزمالك او حتى احترفت خارجيا زي حسين الشحات في نادي العين الاماراتي. صحيح. فاعتقد ان هي كانت بدايته متواضعه شويه. كابتن طلعت يوسف برضو من المدربين المميزين جدا اصحاب الخبره الكبيره، بس برضو في نفس الوقت هو واجه ظروف صعبه من غيابات واصابات. وبرضو في عنده لعيبه دوليه زي باولين فوافي، وبرضو عنده تشكيله كويسه جدا تقدر ان هي تصحح من اوضاعها وتتحسن. عشان كده كنت بقول لحضرتك ممكن في فرق تبدا بشكل متواضع او يكون الحظ مش حالفها شويه، وبعد كده تلاقي المستوى بيعلى تدريجيا مع تحسن الاداء مثلا او انتصارين ثلاثه، تلاقي الدنيا بتتغير معاهم والطموحات بتختلف. صحيح. استاذ محمود باهي الناقد الرياضي في الشروق، نورتنا النهارده في كلام في الميديا، استمتعنا بوجودك معايا. شكرا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء وفي حلقه جديده باذن الله من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.